8 سنوات من الكد المتواصل بلا كلل، والحقيقة بالكتير جدا من الصبر على الداخل والحكمة في التعامل مع الخارج. الحقيقة قيمة إنسانية كبيرة جدا بنشوفها كل يوم في كلمات ومواقف وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المستوى من البساطة والصدق والإنسانية. اتحقق كتير في كل ملف احنا هنا يعني في اليوم بنقرر نفتحه، بنلاقي نجاح، بنلاقي تنمية نابع عن جهد ومشقة بذلوا في سبيل هذا الوطن والمواطن. طفرة ضخمة في تطوير العشوائيات والأماكن الخطرة، اهتمام بالفئات المهمشة والأقل دخلا، اهتمام بذوي الهمم وأسر الشهداء والمرأة المعيلة، زيارات لأهالينا في أسوان، مشروعات ومبادرات ومساعدات للفئات الأكثر احتياجا، برامج رعاية اجتماعية ودعم استثنائي، تنمية، تطوير لكل المحافظات والأماكن بنفس الدرجة من الاهتمام والجودة. الكثير من الكلمات الحقيقة ما تقدرش توصف 8 سنوات من العمل، نجاح للمصريين ونجاح للقيادة السياسية. مبسوطين النهارده دي، والله مبسوطين النهارده. هندخل القريه دي الدكتور مصطفى فين؟ هندخل القريه دي بحياه كريمه على طول دلوقتي. ايوه حاضر. ايه كمان عشان خاطركم؟ الحقيقة مبادرة حياة كريمة لوحدها قصة، يعني مشروع القرن بحق أضخم مبادرة تنموية شافتها مصر أو أي دولة نامية في العالم كله. أكثر من 700 مليار جنيه، ألاف المشروعات في أكثر من 4500 قرية لتحسين حياة قرابة 60 مليون مواطن من أهل مصر. في 3 سنين بس من إطلاقها رسميا في 2019 حققت المبادرة طفرات في كل حاجة، في الصحة، في التعليم، في الخدمات، المرافق، وأهم حاجة الأمل. الأمل اللي بقى عند ملايين من المصريين إنهم يعيشوا حياة كريمة بحق. عن مبادرة حياة كريمة معانا الدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة. برحب بحك يا دكتورة غادة. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك. مساء النور. في البداية حياة كريمة فكرة أصبحت مشروع دولة، إزاي قدرنا نشوف مبادرة بهذا الحجم كما وكيفا يتم تنفيذها بهذه السرعة؟ الحقيقة إحنا بنفخر، كنا أولا ترس في مبادرة حياة كريمة، كنا إحنا بنمثل الشباب المتطوع في المبادرة الرئاسية اللي أطلقها السيد الرئيس الحقيقة في 2019، واللي كانت في البداية حلم المجموعة من الشباب المصري اللي أعد خطة لتنمية خطة تنموية شاملة، خلق حياة كريمة مستدامة للفئات الأكثر احتياجا
في الريف المصري. الحقيقة زي ما قلت لحضرتك هو حلم أطلقه السيد الرئيس في 2 يناير بالتحديد عام 2019 عشان يرتقي بمستوى معيشة أكثر من 58 مليون مواطن مصري، احنا بنتكلم عن أكثر من نص سكان مصر. نتكلم عن حياة كريمة، هو زي ما قلت لك حلم للشباب، هو حلم للدولة المصرية، هو تجربة ناجحة ورائدة الوقت بنقدر نباهي بيها العالم وبنقدر نصدرها كمان للقارة الأفريقية بالكامل ونقول احنا عندنا تجربة نجحت وأثبتنا نجاحها على الأرض وأثبتنا تحسين جودة المواطن المصري. وده خلى كمان منظمات المجتمع المدني كلها بتشارك في المبادرة بشكل أقوى، وكمان كل مؤسسات الدولة بتشارك في المبادرة الوطنية حياة كريمة لتغيير حياة المواطنين في الريف المصري. حياة كريمة كمبادرة مش منفصلة عن برنامج تنموي شامل بتنفذه الدولة في كل المجالات. عايز أعرف منك يا أستاذة غادة إزاي بتحققوا التكامل بين خططكم في التنمية، تنمية الريف، وبين شبكة المشروعات التنموية المحيطة؟ الحقيقة الرؤية الكاملة لمبادرة حياة كريمة جاية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا، ان احنا جه الوقت لمصر ان هي تقضي على فكرة الجزء المنعزلة، وان الاوان ان الكل في الدولة، كل المؤسسات سواء مؤسسات الدولة والوزارات والجهات وكمان مؤسسات المجتمع المدني، الكل يعمل تحت مظلة واحدة عشان نحقق مردود افضل على المواطنين. الحقيقة هي دي توجيهات القيادة السياسية لينا في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة بنتكلم على مشروع ضخم زي ما قلنا بالأرقام، ولكن كمان في أكثر من 23 وزارة ومؤسسة وهيئة مجتمع مدني بتشارك في المشروع ده عشان نقدر في الآخر يعني زي ما نقول خلية نحل متكاملة بشكل بنسق منظم، الكل بيعمل في مجاله بيجيب آخر طاقته وأكثر حاجة ممكن يقدمها للمواطن، بحيث ان احنا في الاخر يبقى عندنا المردود الايجابي على المواطن على الارض. وده اللي احنا الحقيقه في مؤسسه حياه كريمه بنشوفه من خلال زياراتنا الميدانيه المتكرره. احنا بفضل الله وصلنا ل 36,000 متطوع، وكمان العدد ان شاء الله في زياده مستمره في كل محافظات مصر. احنا بنشوف بمجرد ما المبادره بتدخل القريه او النجعه او العزبه، بمجرد ما بنحط اللوجو بتاع المبادره اللي هو مجرد بسمه، يعني اللوجو بتاع المبادره بسيط جدا، هو ابتسامه بنسعى ان احنا نرسمها على وشوش المواطنين البسطاء. الحقيقه حال القريه بيتحول 360 درجه، الفرحه بتظهر في القريه بالكامل مجرد ان الناس عرفت ان حياه كريمه دخلت البلد وهتغير حالهم. طيب. على اكمل اكيد انا هوصل لهذه الجزئيه معاكي يا استاذه غاده، لكن انا عايزه اعرف من حضرتك منذ الاعلان عن المبادره وبعدها، ايه اهم توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما في ذهنكم وانتم شغالين في كل قريه من قرى مبادره حياه كريمه؟ الحقيقه من بدايه توجيهات السيد الرئيس لينا ان المبادره جايه لتغيير حياه المصريين للافضل، ودي توجيهات سياسه اللي احنا بنمشي عليها وعشان ننفذها بالحرف، وده من خلال مبادره حياه كريمه. الحقيقه الرئيس يعني بياكد علينا دايما في مبادره حياه كريمه تدخل كل قريه، ما نخرجش من القريه دي ونبدا في قريه ثانيه غير لما نكون حققنا كل اوجه الحياه الكريمه للمواطن. الموضوع ده شامل وكبير جدا، يعني هي تتقال جمله كده ولكن انت لما تخش تفاصيلها هتلاقي انت بتتكلمي عن 58 مواطن، 58 مليون مواطن، مليون مواطن طبعا، وتكلفه تقديريه تخطى 800 مليار جنيه. احنا بنشتغل في 175 مركز، يعني 4584 قريه، فالمشروع عظيم بارقامه، ولكن يعني لما نبص كمان على التنفيذ او على المحاور اللي احنا بنخش نستهدفها، لو اتكلمنا على الفئات اللي احنا داخلين اصلا نخدمها من خلال حياه كريمه، هنلاقي يعني رقم واحد عندنا الاسر الاكثر احتياجا، هنلاقي المسنين، هنلاقي المراه المعيله، هنلاقي ذوي الهمم، هنلاقي الاطفال والايتام، كل دي فئات احنا بندخل نستهدفها ضمن المبادره. فهي احنا مش بنتكلم فقط على بنيه تحتيه بس زي مثلا ما يكون بعض الناس عارفه، لا احنا بنتكلم على بنيه تحتيه يعني صحه، بنتكلم على مشروعات التعليم، بنتكلم على الوقت القريه المصريه بقى فيها انترنت فائق السرعه، يعني انا عايزه تتخيلي حجم الخدمات اللي بتقدم الان. بنتكلم عن صرف صحي، بنتكلم عن كهرباء، بنتكلم عن غاز طبيعي، بنتكلم على انترنت، ده كله في البنى التحتيه، بخلاف الإنسان نفسه وتنمية الإنسان أو المواطن المصري في قرى الريف المصري. طيب بعد 3 سنين من العمل في حياة كريمة، إيه أهم رسائل المواطنين في كل محافظة دخلتوها؟ الحقيقة هي مش رسائل على قد ما هي شكر للقيادة السياسية، وعلى قد ما هي دعوات صادقة من القلب إن في الآخر جه الوقت للدولة إن هي تنصف المواطن البسيط اللي الحقيقه يعني لا يخفى على احد انه عانى من عقود طويله من الاهمال.
انه مش عنده اساسيات الحياه الكريمه، ولكن ان الاوان الدوله المصريه بكل مؤسساتها وبكل جهاتها، ده بدايه من رئيس الجمهوريه وصولا لاصغر شاب في الجمهوريه من المتطوعين، الكل يعمل لخدمه هذه الفئات اللي طال يعني صبرها الحقيقه عشان توصل للخدمات اللي هي الاساسيه للحياه البسيطه. فالحقيقه هي اما بندخل القريه الحقيقه بنشوف فرحه الناس، وزي ما اقول لحضرتك مؤسسه حياه كريمه بفضل فرق الرصد الميداني الكبيره عندنا في المحافظه، في كل محافظات الجمهوريه، بنشوف فرحه الناس، بنشوف دعواتهم الصادقه. يعني ممكن دي ان سي من قنوات الحقيقه النشيطه معانا في توثيق فرحه الناس والمجهودات الجباره اللي بتتم على الارض. انما الحقيقه مجرد ما بقول لحضرتك بندخل القريه الناس بتبقى عارفه ايه اللي هيتم. هو انا خلاص المواطن البسيط دلوقتي بقى عارف حياه كريمه هتقدم له ايه، حياه كريمه هتحول حياته ازاي. احنا ما بنتكلمش بس على بنيه تحتيه، ولكن بنتكلم كمان على وعي، بنتكلم على فكر، بنتكلم على مجمع خدمات، وبنتكلم على كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن يعني بشكل كامل ومتكامل. فالحقيقه هي فرحه الناس بتكفينا الحقيقه. ان احنا اول ما ندخل القريه بنلاقي استقبال حافل، بنلاقي دعوات كبيره جدا وفرحه يعني كبيره جدا من كل فئات المجتمع حقيقه في المواطن البسيط اللي طال انتظار المبادره، بيقولوا لنا يعني هتخشوا فين في القريه الجايه امتى، وهتجوا لنا امتى في القريه اللي بعديها، وبيستنوا الحقيقه المبادره تدخل وتبدا شغل وننتهي منه. طيب. طبعا على اسرع وتيره زي ما حضرتك. استاذه غاده، استاذه غاده، يعني كل العاملين داخل مؤسسه حياه كريمه و36 الف متطوع في هذه المبادره، مبادره حياه كريمه، لو وجهت رسالة لسيادة الرئيس هتقول إيه؟ والله يعني مفيش حاجة غير تتقال شكرا للرئيس الإنسان اللي أخيرا جه يعني ينصف المواطن البسيط. الحقيقة مصر يعني إحنا الحمد لله دولة تعدادنا كبير، فما يجي مشروع يخدم أكثر من حوالي 60 مليون مواطن، فإذا يعني مش محتاجين نقول الكلام، ولكن هو 60 مليون مواطن يساوي 60 مليون شكرا للقيادة السياسية اللي جايه تنصف المواطنين البسطاء والاكثر احتياجا والاولى بالرعايه على مستوى الجمهوريه. بشكرك شكرا جزيلا استاذه غاده البهنساوي، رئيس المركز الاعلامي لمؤسسه حياه كريمه. هذه المبادره اللي انطلقت في 2019 يناير 2019، والحقيقه حققت احلام الكثير من المصريين، احلام 60 مليون مصري في العيش بحياه كريمه، أن يحيوا حياة كريمة على أرض هذا الوطن الكريم.